تابع فيه السنة واتبع النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك ايه القذارة دي؟ حتى كلمة وحشة قال عليها. بس خلي بالكوا كده، الحلول والاتحاد معناه ان فيه ذات في حال الحلول، ذات بشرية وذات إلهية، صح؟ ذات بشرية وذات ايه؟ إلهية. فذات حلت محل ذات يبقى ده حلول، وذات دخلت في ذات يبقى ده ايه؟ اتحاد. لكن فكرة الحلول والاتحاد بين ذاتين منفصلتين، إما حلت ذات مكان الأخرى أو دخلت ذات في الأخرى. فجه ابن عربي مش عاجبه الكلام، قال إيه الكلام ده؟ ده هو ده الشرك بعينه. الشرك مش منظور إن إحنا أهل توحيد ونوحد الخالق بطريقة توحيد العبادة وعدم الشرك بالله، لا. ده ابن عربي يقول لك إيه؟ الحلول والاتحاد معناه ان انتوا بتجعلوا فيه خالق ومخلوق ودخلوا في بعض. لا، ده ما فيش حاجه اسمها من اصله خالق ولا مخلوق، الكل والكل وحده واحده، الكل هو الله. ودايما يضرب له مثل بالمراه. ايه هي؟ يقول لك حديث موضوع: كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق. الحديث ده موضوع لك، هو في الأصل معرفة الله لنفسه في حال الوحدة أقل من معرفة الله لنفسه في حال الكثرة. يعني ربنا قبل ما فهمها لكم، يعني قبل أن يخلق الخلق ما كانش فيه مخلوقات دي، فأراد أن يعرف أنه رؤوف فخلق من يرأف به. ابن عرف يقول لك، ابن عرف يقول لك ظهر في صورة الشخص الضعيف اللي محتاج للرأف، أراد أن يظهر في أنه جبار وأنه منتقم، فيقوم يطلع في صورة فرعون. ففرعون مش كسرة، لا، ده هو الله بس طلع في صورة الانتقام. أراد أن يظهر في صورة الجمال فطلع في صورة المرأة. فالمرأة مش مخلوق، لا، ده خالق بس طالع في صورة ايه؟ انتوا معلش معايا، في صورة الجمال. طب بتوع الحلول بيقولوا لا، في فرق بين الخالق والمخلوق، بس كل واحد ممكن يحل محل التاني او يدخل فيه. ابن عربي بيقول لك لا، ما فيش حاجة اسمها خالق مخلوق. بيقول لك الوحدة هنا معناه ان الاله نفسه يطلع في صورة جمال، يبقى جميل. فظهر مصطلح التجلي. مصطلح ايه؟ التجلي. يقول لك ربنا تجلى في فلان بخلاف تجلى على فلان. لان ممكن ربنا يتجلى للجبل يظهر عليه، يبقى ده فيه جبل مخلوق وربنا هو الخالق وتجلى بمعنى الظهور، زي رؤيه المسلمين لربهم وربنا جعلنا من الرؤيه. لكن عند ابن عربي لا، تجلى فيها، هو ظهر فيها. فمصطلح التجلي عند الصوفيه خلي بالك في الغالب والدائر الآن بيستخدموا فيه مصطلح وحدة الوجود. وحدة ايه؟ الوجود، مش مصطلح حلول الاتحاد. وهو ده اللي صار حتى الآن في جميع البلاد الإسلامية، اللي هو مصطلح التجلي. تجلي ايه بقى؟ اسمع بقى كلام ابن عربي. ابن عربي بيقول لك اللي احنا بنشوفه ديت مظاهر لله فقط، مظاهر ربنا ظاهر فيها، أو مرآة يتعين فيها. كلمة مصطلح التعين، ربنا تعين في فلان. تعين في فلان يعني إيه؟ يعني ظهر في صورة فلان. خلي بالك، يرى نفسه فيها أو أثواب يخلعها ويلبسها. فالنهاردة طلع في صورة إنسان اسمه كذا، وبعد كده خلعه. خلعه يعني افناه، مات، اللي هو المدفع عندنا. يقول لك ده التوب ده خلعه خلاص، هيلبس توب تاني او هيطلع في توب تاني. فجعل المخلوقات عباره عن اثواب او اثواب بيطلع فيها الحق سبحانه وتعالى، الله عن قوله. شوفوا الزندقه بقى الحقيقيه بتاع ابن عربي. هو السماء بما فيه من شمس وقمر ونجوم وافلاك، هو السحاب اللي احنا شايفينه المسخر بين السماء والارض، هو ثلج، هو برد، هو أمطار. لا فرق بين الأضداد، لا فرق بين العبد والرب،
العابد هو المعبود والذاكر هو المذكور. يقول لك ابن عربي ما في الوجود مثل، ما في الوجود ضد، ما فيش حاجة اسمها رجل وامرأة أو مثلا غني وفقير الحاجات دي أو اتنين زي بعض أو تو... لا 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 الكلام ده مش موجود. فإن الوجود حقيقة واحدة والشيء لا يضاد نفسه، فإن أدخلت جنته دخلت نفسك معرفة أخرى غير المعرفة التي عرفتها حين عرفت ربك بمعرفتك إياه. وبدأ بقى يدخل المصطلحات دي على أساس الفكرة اللي قلتها لكم دي. فاسمعوا بقى، أما يقول لك مثلا فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده ففي حال أقربه وفي الأعيان أجحده فيعرفني وأنكره وأعرفه فأشهده. إيه رأيكم في الكلام الراقي ده؟ ها؟ هو لا، الكلام ده له معنى عنده هو. وواحد يقول لك إيه هو قصده إيه يا شيخ؟ حتى إحنا وإحنا بندرس في الماجستير لما نيجي نقرأ الكلام ده ما إحناش فاهمين هو قصده إيه. والله إذا أقول لك ممكن دكتور في الجامعة وبيناقش في الرسالة، أخبرك إزاي هو معتقد أن ابن عربي من كبار المحققين، وأنا متأكد بل على يقين أن هو مش فاهم كلام ابن عربي ولا عارف ابن عربي يقول إيه. بل من الحاجات اللي عملت مشكلة كبيرة جدا في فكرة هقول لكم عليها، معلش أن طولت عليكم في الكلام ده لازم. ابن عربي الفكرة بتاعته أن ربنا بيتعين أو بيظهر في صورة إيه؟ كثرة أو في صورة مخلوقات كثيرة. فمثلا لو ظهر في صورة سلفي يبقى ابن عربي يتكلم بمنطق السلف أجمل من السلف، كلام منضبط كتاب وسنة تمام، خبالك إزاي. وإذا ابن عربي طلع أو حبي يطلع ربنا إن ربنا تجلى في صورة بوزة فيتكلم كلام البوزيين بالضبط، وإن أراد أن يتكلم في صورة المتكلمين الأشاعرة يطلع أشعري قح، وإن أراد أن يطلع معتزلي يطلع معتزلي. فواحد مرة يرى الفتوحات المكية فيلاقي إيه؟ ابن عربي بيتكلم بلسان المعتزلة وبيتكلم بلسان السنة وبيتكلم بلسان كذا. إيه الحكاية بالضبط؟ يقول لك يا أخي ده بقول كلام هو قال الله قال الرسول، كلام منضبط وتمام وكلام على حق فيه، يبقى ابن عربي غلطان ليه في الحتة دي؟ نقول لك خلي بالك هو هنا بيتكلم بلسان السلف على ان ربنا تعين في السلف، فاللي بيتكلم مش السلف، اللي بيتكلم ربنا، وربنا لما يتكلم بطريقة السلف او بما تعين في السلف يتكلم بكلام حلو ولا كلام احلى كلام. فهو ممكن تلاقي ابن عربي يتكلم فين؟ بصورة سلف، وممكن تلاقي كلامه بصورة زنديق وبصورة مشرك وبصورة نصراني ويدافع عن النصارى، فما حدش عارف يمسك الراجل ده هو ايه بالظبط. ولذلك اختلفوا فيه اختلافا شديدا. والفكره كلها بسيطه، ان بيقول لك ان ربنا ظهر في صوره وتعين في صوره كسره، مره يطلع كذا، مره يطلع مره، مره يطلع راجل، مره يطلع حيوان، مره يطلع انسان، تعالى الله عن قوله وعن زندقته. ولذلك قال فانت عبد وانت رب لمن له فيه، انت عبد وانت رب وانت عبد لمن له في الخطاب عهد. فهمتوا حاجه؟ صلوا على رسول الله. أنت عبد وأنت رب معناه إن ربنا ظهر في صورة العبد، والعبد اللي أنت شايفه ما تقولش عليها عبد، قول عليه إيه؟ رب. وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد. عهد يعني إيه؟ المقصود بذلك يعني فهمني، فهم كلامي، خلاص اتفهمت الحكاية بتاعتك مع إنها كلها ملغزة. فأنت عبد وأنت رب لمن له في فيه أنت عبد، وأنت رب وأنت عبد لمن له في الخطاب عهد. لا إيه الكلام ده؟ شوف بقى يقول لك ايه، سبحان من خلق الاشياء وهو عينها. وقال ايضا يا خالق الاشياء في نفسه انت لما تخلقه جامع، تخلق ما لا ينتهي كونه فيك فانت الضيق الواسع. وبعدين يقول لك فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا وإن عينه فاعلم إذا ما قلت إنسانا، فلا تحجب بإنسان فقد أعطاك برهانا، فكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمانا. صلوا على رسول الله. فهمتوا حاجة؟ ما تقوليش بقى لا لا ليه، أقول لك أهو فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا وإن فإنا أعبد حقا وإن الله مولانا. هو هنا بيتكلم بلسان السلف،
وإن عينه فاعلم عشان يهدم لسان السلف إذا ما قلت إنسان. يعني ما تصدقش الناس اللي يقول لك فيه إيه عابد ومعبود وربنا هو المعبود بحق. لا 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 لا, لا. إحنا هو عين الله عز وجل إذا ما قلت إنسان. فلا تحجب بإنسان, اوعى تشوف إنسان وتقول عليه إنسان وما لو عليه إيه, فقد أعطاك برهانا لربنا تعين في الإنسان. فكن حقا وكن خلق, يعني خليك رب وخليك إيه خلق, بس ما تقولش عليه خلق, تكن بالله رحمن. هذا فكر ابن عربي الخبيث. أقول لك عشان كده بقول لك إيه, هنا بقى تميعت الشريعة, ما عادش لها معنى. معنى الشريعة إيه؟ الجزاء والطاعة والمعصية, الكلام ده, أقول لك الكلام ده ملوش معنى. أمال مآل الخلق جميعا إلى النعيم, كل الخلق هيتنعم, ما فيش حاجة اسمها عذاب. أمال جهنم دي سموها جهنم ليه؟ قال ده جهنم دي ربنا بس ظهر في صورة الانتقام, والجنة هو يا ربنا بس ظهر في صورة إيه؟ الإنعام. فاوعى يعني اوعى تصدق يقول لك واحد هيتعذب, لا الكل هيتنعم. الكل ايه هيتنعم؟ هقول لكم على كلام ابن عربي جميل, مش جميل كلام غير الشريط يا ابن غير الشريط. شوفوا ابن عربي يقول ايه, هو بيفسر الجنه والنار بان الجنه والنار نعيم, يعني العذاب اللي في الاخره بقى نعيم. ازاي بقى نعيم؟ شوفوا الفلسفة بتاعته, شوفوا وحدة الوجود, شوفوا الزندق اللي بيتكلموا عليه ابن عربي سلطان العاشقين, ويسموه الكبريت الأحمر, الكبريت الأحمر والعفريت الأزرق يا أخي عفريت, عفريت على جد يعني. فالمهم شوفوا العفريت ده بيقول ابن عربي بيقول إيه, بيقول لك كل الناس مال الخلق كلهم إلى النعيم. طب واللي في أهل النار؟ قال برضو أهل نعيم. وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين. ولك العذاب اللي انت شايفه ده, ده ربنا سبحانه وتعالى لو خرجهم من النار هيستغيثوا ويقولوا رجعنا تاني. ليه؟ هو بيقول لك لان هو ربنا اللي طلع في صورة الانتقام, فمش ممكن هيستمر الانتقام الا اذا طلع في صورة اهل النار. وإن دخلوا دار الشقاء فإنهم على لذة فيها نعيم مباين, نعيم جنان الخلد فالأمر واحد, وبينهما عند التجلي تباين. حد يعرف يقول لي يعني إيه وبينهما عند التجلي تباين؟ يعني بقول لك عند ما يتجلى في صورة النار أو في صورة الجنة يظهر الفرق, إن دي اسمها جنة ونار, فيظهر تباين اختلاف يعني, لكن في الحقيقة غير كده. يسمى عذابا اللي هو أهل النار يعني, والعذاب اللي في النار يسمى عذابا من عذوبة طعمها. الله أكبر. يسمى عذابا من عذوبة طعمه, وذاك كالقشر والقشر صائن. يعني أنت لما تجيب مثلا الجوز تلاقيه كده زي ما يكون جلف أو حجر, لو جه في دماغ واحد إيه يكسره. فانت شايف النار بتعذب, لكن من جوه اهل النار بيقولوا متعنا. تسمى عذابا من عذوبة ايه؟ طعمه. اذن هذا الفكر الخبيث هدم اصول الاسلام وضيع معنى الجنة والنار. فلما واحد يعتقد في هذا الكلام كيف سيخاف من رب العزة والجلال؟ انتهى الدين. عشان كده بقول لكم ان الصوفية اخطر من الشيعة واخبس من الشيعة, واللي يصدق بهذا الكلام إن لم يكفر بهذا الكلام ويقول هذا كفر وزندقة ويقر به فهو كافر بالله العظيم قولا واحدا. اللهم إن كان معذور بجهله ويعرف. ولذلك ابن عربي ده خلي بالكم بقى, عايزين نعرف أسلوبه لما تيجي تقراه. ابن عربي بيقول لك اللي ازاي هو بيروج للزندقه بتاعته في وحده الوجود. كل الكلام اللي بيقوله بيعبر بيه عن تجليات من الله في صوره الرضا والغضب, في صوره الصفات اللي احنا نعرفها في الاسماء والصفات. فكان يصيغ المصطلحات بتعمد ويلبس الامر بتعمد عشان يزداد خفاء.
وناس يقول لك ده عامل زي البحر المحيط.